جبار مقاتلة صينية تهدد عرش أمريكا. سلام الله عليكم مشاهدي قناة اتثقف. أعلن الجيش الصيني إدخال دائرة الشبح جي 20 في جميع قيادات مناطق الجيش الصيني الشرقية والجنوبية والغربية والشمالية والمركزية محل طائرات الجيل الأقدم. ووفقا لتقارير عسكرية ووفق الخبراء عسكريين، فإن المقاتلة الشبحية الصينية تقلق الجيش الأمريكي، إذ أجرى سلاح الجو محاكاة لمواجهتها والسيطرة عليها، كما أن فجرت وسائل إعلام صينية مفاجأة بخصوص تلك المقاتلة الملقبة بالتنين الجبار، وهي أن بكين تخطط مستقبلا لتجهيزها بأسلحة تعمل بالطاقة الموجهة، علاوة على التحكم في الطائرات بدون طيار. المقاتلة من الجيل الخامس وتعد أقوى ما تمتلكه الصين من الطائرات الحربية، أصبحت أخطر طائرة محلية الصنع تنتجها الصين، وهي متعددة المهام، تجمع صفات مقاتلات الجيلين الرابع والخامس، كما أن هيكلها يمنحها قدرة عالية على المناورة والقدرة على الإقلاع والهبوط القصير، كما تساعدها في اختراقات الدفاعات الجوية المعادية، ويمكنها خوض معارك جوية ضد طائرات معادية بما تمتلكه من تسليح يضم مدافع رشاشة وصواريخ جو، ويمكنها تنفيذ المهام الاعتراضية بفضل سرعتها العالية وقدرتها على الوصول لارتفاعات كبيرة في وقت قياسي. المقاتلة لا يستخدمها سوى الجيش الصيني، والمقاتلة يمكنها التكيف مع جميع أنواع المناخات والظروف الجغرافية، والطيران في البحر وعلى الهضاب وفي المناطق الساخنة والباردة، كما إنها تقدم الكثير من القدرات التي تجعلها تهديدا لا يستهان به في مسرح عمليات المحيط الهادي. المقاتلة تتميز بالتصميم منخفض البصمة وقدرات الطيران على مستوى المناورة والسرعة، بجانب التسليح بواسطة صواريخ بعيدة المدى الحالية والمستقبلية من طراز BL-12 و15 و21، وبتكاملها مع طائرات الإنذار المبكر ستكون خطرا على الطائرات عالية القيمة من طائرات إنذار مبكر والتزود بالوقود والاستطلاع وغيرها. تمتلك المقاتلة تسليحا متنوعا يضم صواريخ جو وقنابل موجهة بالليزر ومدفع رشاش داخلي. وفي نهاية الحلقة، إن عجبك الفيديو الرجاء الضغط على زر اللايك وعمل اشتراك للقناة ومع تفعيل زر الجرس ليأتيك كل ما هو جديد في قناتنا قناة اتثقف.